الحقيقه سيد الرئيس بيبقي عنده دايما احساس بانه عايز يقدم للمواطن المصرى والمصريين كما يطلق عليه دايما عند الحديث معهم ببارقة الأمل بأنه الدولة قائمة على إنجازات كثيرة على الأرض وأمام الإنجازات ما هو الوضع حتى يكون هناك يعني نوع من الشفافية الكبيرة ويطمئن المواطن ماذا تفعل دولته أمام كل الإنجازات وأمام الأزمات خلينا نتكلم في هذا الموضوع باستفاضة مع الضيف الخبير الاقتصادي دكتور مصطفى بدر مساء الخير يا دكتور مساء النور يا فندم ازاي حضرتك يعني أنا ببقى سعيدة لانه السيد الرئيس يتحرك دائما ويذهب الى انجازات الدوله واليوم وهو يفتتح القريه الاولمبيه بالاسماعيليه وايضا كان موجود هيئه قناه السويس وقدم الدعم لهم بانهم الحقيقه حققوا معدلات خلينا نبدا من قناه السويس يعني كلمنا عن المعدلات التي تحققت اولا بشكر حضرتك على استضافتك الكريمه وتحياتي لكل مشاهدينا الكرام حديث السيد الرئيس النهارده بيطلع الناس يا فندم بيطلع المجتمع المصري بيطلع الشعب حجم العمل والمجهود اللي بيتم في الدوله تمام قناه السويس لها طبيعه خاصه صحيح اول انجاز حقيقي على ارض الواقع في حقيبه السيد الرئيس يعني الرئيس السيسي لما استلم صح. كان اول مشروع كبير بينفذ على ارض الواقع لمسته الناس هو اللي هو ازدواجية قناة السويس هو كان بمشاركة الناس أه وأصر الرئيس على مشاركة الناس أه، بس يعني. الأطروحة اللي هو تنفس فيها صحيح. هو هذا الأمر فعشان كده اللبنة الأولى في برنامج الإصلاح الاقتصادي لرئيس الجمهورية كان هذا الإنجاز الكبير جدا بالظبط من قناة السويس من سينا من أرض الفيروز من محافظات القناة من الأماكن دايما اللي بيبقى عليها العين من المجتمع الخارجي صحيح علشان كده النهاردة اسمحيلي كان السيد الرئيس دايما بيقول إيه ردوا على المشككين صح طب شفتوا النهاردة احنا الحمد لله بعد سبع تمن سنين احنا فين؟ صح احنا الحمد لله فين هدي لحضرتك رقم بسيط خالص كل العالم يقدر يتحقق منه مم. قناه السويس تقريبا في 2012 2013 كانت بتعمل حوالي 5 مليار 5.5 مليار دولار تمام النهارده بنتكلم في 7 مليار دولار 7 مليار دولار يعني تقريبا زدنا حوالي 25% صحيح بالتقريب انجاز كبير جدا ده نتيجه الازدواجيه اللي حصلت في قناه السويس زياده التشغيل يا فندم اللي بتقوم بيه دي نمره واحد نمره اتنين عشان عارفه حضرتك بتحب الارقام والمشروعات والاستثمار كده زي لان الارقام تطمئن المواطن